আমরা সূরা মুল শুনব। চলো শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। সূরাতুল মুলক মক্কিয়াতি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কদীর। আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়াহুয়াল আজীজুল গফুর। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فريض فرح الذرى من فتور ثم ارجع البصر قرتين انقلب اليك البصر خاضع وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سقوا لها وشهيقا وهي تفور وكاد يتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فرد فأهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا عذاب فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير